السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وين كونكر. رمضان كريم عليكم، معكم إيهاب محمد. النهاردة هنشرح إيفنت شيلدرنز داي اللي هو برا تاون سيتي. طبعا لمعلوماتكم قبل من إيفنت ده ينزل، كان في إيفنت اللي هو بتاع شهر رمضان، الشركة كانت عاملة فيه غلطات كتير جدا. الحمد لله أعضاء جروب وي نو كونكر ساعدني جامد 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 إن احنا نلغي الإيفنت ده، وبرضو كل الجروبات اللي على الفيسبوك ساعدتنا بطريقه جميله جدا عشان احنا نقدر نلغي الايفنت ده. المهم الايفنت اسمه هنا شيلدرنز داي، وكمان معاهم الشوب الايتم اللي هو سي بي اس عادي، تشتري الايتم سي بي اس عادي ويجي لك باوند. اول حاجه ندوس على سيتر اسمها فيستيفال دي كول اي ام ان نو بروبلم. هنا هتقعد تعمل اوتو هانت كده عشان تلم حاجات معينه. بص اهو نعمل كده اهو، هنسيب الاكونت اوتو هانت. طبعا نقعد نتكلم شوية في ايفنتات اللي هي نزلت دي، كانت فيها غلطات كتير جدا. الشركة الصراحة يعني اعتذرت عشان هي بتقول يعني اختلاف ثقافات، ما كنتش تعرف يعني الموضوع دي. كده جمعنا الخمسة اللي هم المطلوبين من الهير من هنروح بعد كده لفستيفال مانجر. هات الفلاور كده اداني هاند ميد فلاور. بص الهاند ميد دي بقى يديك رير جيرمنت باوند اللي هو جيرمنت نادر تقريبا، ده اصلا لوحده يعني غزو اصلا يعني. المهم يعني بعتذر. هوب شكرا. فاستيفال جوي ساش اس حلو مش وحشه. تريجر مانجر كول امن هندوس عليها. هنا ادتك الخريطه، هتروح بعد كده للديزرت تمام، وهيقول لك روح منطقه معينه عشان تقدر تجمع منها المطلوب. انا طبعا عشان عارفها المنطقه دي فنروح على طول. طبعا هي احتمال تلاقي اللعبه مهنيه عندي شويه عشان انا رغم ان الفي بي اس عندي 90 مش عارف ليه اللعبه برضه مهنيه عندي. المهم اهو لقينا التريجر هندوس عليها، واسف على صوت التكييف ده يعني. يو شود جو تو تصدق انا استعجلت شويه في دي سن مي، لا انا استعجلت في الموضوع ده يعني. استعجلت في الموضوع ده. نطلع التاون نشوف هو سن مي فين. ده هو بيختلف. انا اصلي رحت الديزرت عشان خاطر خاطر ان في مهمه يعني الاكونت الممكن اللي انا كنت عملته بيه كان وداني التيزر. هو شكلها بقى بتختلف من كل اكونت للتاني. المهم هنروح للويند دي ونشوف ايه الموضوع. هنقعد نمشي 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 ونفضل نمشي 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 نمشي. كده احنا وصلنا لمنطقة التريجر تمام. هنا يا شباب هنروح دايسين هنا، هو هيفضل يقول لك او هيفضل يعني تاخد ايتم معين كده تقدر تجمع منه. بليز تيك ا ريست، انت تاخد راحه لمده 5 ثواني كمان. يلا اهو تيك ا ريست تمام. ناخد كمان تيك ا ريست. بيقول لك هنا رايت كليك تو يوز دايزي اللي هي بيدوخ يعني. المهم انت هتجمع هذا المطلوب لغايه ما يقول لك انت روح كلم الشخصيه دي او الان بي سي دي عشان تقدر ترجع الحاجه بتاعتها. المهم تيك ريست، نروح كده على طول ونشوف هي تقبل بالاثنين دول ولا لا. ماي باد اي didn't فايند ان تريجرز. طيب ماشي كده هيقول لك لا هنا كده التريجر كده مش بتاعي. نروح كده ندوس عليها هنا تاني نشوف هو يودينا نفس المنطقة. هندوس كده تاني اهو. طبعا انا بشرح المهمة بالراحة واحدة واحدة بحيث ان لو كانت في غلطات او اي حاجة تعرفوها يعني. هنفضل دايسين كده تمام. بيقول لك ده مش المطلوب للشخصية او ال NPC اللي هو طلبه منك بتاع التريجر. هنفضل ندوس تاني
نروح بعد كده. انا اسف دي والدتي كانت دخلت الاوضه يعني. المهم نروح نشوف الست دي عايزه الحاجات المطلوبه دي ولا لا. كده هي اخذت المطلوب، شكرا. ندوس هنا على دي. ياس، هتفضل تدوخوني كده. ميتر سكرول، ماشي شكرا. 24 ساعة، ستادي بوينت او ستادي بوينت اخويا ده. ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعام دي؟ المهم نشوف هنا الايس كريم. ستوري كيبر، هنا مطلوب منك ان انت تعمل الايس كريم للتلات ولاد دول، سنوي ويندي ايه الاسامي غريبة اوي. المهم هنا مطلوب منك ايس كريم نوعه ايس كريم، ماشي. طب عايزين نعرف النوع. طيب اهو ده عايز كيوي. نشوف بقى مكونات الكيوي، هنفضل ندوس كده نجيب المطلوب. بص هو في نوعين من كل صندوق، في نوعين. ده النوع الاول، لازم تستنى 10 ثواني، لانه احنا نكلم التاني لغايه ما نستنى 10 ثواني. تمام، ندوس على التالت برضو لغايه ما نستنى 10 ثواني عشان نقدر نكلم وناخد النوع التاني. بعد كده ندوس على الصندوق الاصفر ناخد النوع التاني من الفواكه، وادي النوع التاني برضو او من الكريمات او اي حاجه يعني. تمام، ده ناخد النوع التالت الكيوي. طيب هنا المكونات المطلوبه، اول واحده هي عايز مني كيوي. تمام، ندوس هنا على الكيوي اللي هو طلبه اهو، هو النوع ده اللي هو اخر واحد ميكنج كده. اتعمل المطلوب هنديه لدي، بيقول لك كده ثانك يو. نشوف النوع التاني بتاع اللي اسمه هندي دي شيري. طيب ماشي، ندوس هنا تاني ونجيب عايزين اهم حاجة الايس كريم، يعني كل ما تسلم حاجة تكلم الراجل عشان يديك علبة الايس كريم. بعد كده هنا التاني، وبعد كده هنا التالت. هنا بقى نكلم الجزء التاني. انا ليه بتكلم مرتين؟ عشان هتريحني في التالتة على طول، مش هكلمهم تاني، فاهمين ازاي؟ يعني انا بجيب المكونات بالمرة عشان تريحني في التالتة على طول. هنا مطلوب مني تشيري، ماشي نفس النوع تشيري اهو، النوع ديه اهو اللي انا دايس عليه ده. تاني واحدة ميكينج كده اتعمل، وان دي هير ات از انجوي ثانك يو. هنا مطلوب مني كيوي برضو نفس النوع اللي اخده ابن الذين ديه. ندوس هنا برضو نطلب منه ايس كريم بوكس اهو كيوي. ماتيريالز، في ماتيريالز ناقصه. اولا الماتيريالز الناقص نشوف، ندوس عليه برضو ايس كريم هنا. تمام، هنا اهو برضو في لسه ماتيريالز تاني ناقص. اوكي كده نشوف هيطلب مني تاني ماتيريالز ولا لا، اهو اتعمل. تمام، هنروح كده وكده، شكرا. كده انا سلمت 3 ايس كريم. هنا في نظام اللي هو توب سيلر ريورد، اللي هو اكتر واحد عمل سيلر هو اللي ايه، هو اللي هياخد الجايزه. جايزه حلوه يعني على حسب، مع ان اصلا انا ما بحبش اعمل الايفنتات دي خالص صراحه. كوست تشانس بي. طيب ندوس على كيتي نشوف موضوع كيتي. هنا ادتنا هي جزازة فاضية امبتي بوتل، ندوس عليها دوس يس. هنا ادتنا لبوتل بوتل عفوا ريفر ووتر. هنا هيطلب مننا ان احنا نضرب شوية في دول من الوحوش دي ومن الوحوش الدف ومن الوحوش اللي هم انا مش فاكر اسمهم الصراحة، بس المهم هنفضل نضرب كده ونشوف لغاية ما نجيب المطلوب. نجيب بتاع 10 مثلا، نجيب بتاع 10 ماشي. هيطلب بعد كده نضرب في وحوش الدف هم دول. تمام كده جبت 20، وبعد كده هيطلب مننا ان احنا نضرب في وحوش اللي هو عند الويند بلان او الويند ده هنا الروبن. تمام، هنفضل نضرب
المشكله في سكيلة الورير دي النار دي هي اللي بتلف وهي اللي بتضرب بس، يعني ده مجرد شكل بس اللي هي الدايره الكبيره دي. شوف اهم حاجه النار دي هي اللي تخبط فيهم. تمام، هنفضل ندوس عليهم كده لغايه ما نجيب الثلاث انواع من الملح. تمام، وجبت الانواع كتيره. بعد كده هنطلع للناس دي، هنكلم في ناس معينه هنكلمهم، هم دول الاربعه دول. وكول سانكس، كول ويت سكند. مليان يعني. طيب ماشي، هنا كول. انا خدت ناس منك، انت ناخد من ديفيد. بفكر انا اخليه ده الاكونت الورير نوب بتاعي، اصلا بلعب بنينجا برضو. يلا المهم هندوس على دي، يدينا البيزك دي هندوس عليها، عايز ندوس على اي نوع من انواع الفريجمنات دي او الحاجات دي كده. ادتني الجزازة اللي هو طلبها او طلبها كده. ماي باد كده دوست عليها، راح اكلم كيتي واخد الريورد بتاعي. وهات الغزو كده، شكرا. ونهان اكسسوري فيش بول، سيبكم من ده كله. نروح نشوف دلوقتي الشوب. الشوب طبعا نزل باك بروموشن بنسبة شهر رمضان. اهو كارت اكسشينج، ده كرود اكسشينج بليسنج كاردز، ده تاخدها من الحفلات اللي برا. سوري يو دونت هاف ا فريندشيب كارد، هابنس كارد ويل ريسيف ا راندوم كارد بوكس باك بروموشن. لازم اشتري عشان اقدر اجيبها. لا شكرا مش عايز. هولتم قصدي هوت ايتم، عفوا هولتم هوت ايتم، هوت ايتم بروميتر. وده طبعا هنا الأسلحة، ده السكاي فليم اللي هو بتاع الوريور، الهوسو والفان اللي بتاع الويند ووكر، ومايستيك ويند روب اللي هو الأرمور، ودارك كلاود هات اللي هو بتاع برضه الويند ووكر. نشرح ايفنت شهر رمضان، خليكم معايا كده ثواني. رجعت لكم تاني يا شباب، ايفنت رمضان تشيكن. انا عارف ان انا اتأخرت في شرحه، بس صراحة الموضوع كان بسيط جدا. ان انت هنعمل ساين اوت، بعد كده هنعمل لوجن. تمام، هنكتب الاكونت باسورد الكلام ده كله. بعد كده نختار السيرفر والكلام ده، هنعمل لوجن. بعد كده ندوس على تشيك ان وهناخد الجائزة على حسب اليوم. يعني النهارده كان يوم 1/6 هناخد 300 سي بي باوند اند دراجون بول باوند، اللي بعد كده اللي هو البوك 500 نقطة، ورقتين بي كي. 4/6 تاخد بي 6 كومنت سول، وبي 7 بي 6 ويبن سول. بعد كده في تشي 6/6، 7/6 ستار ستون 3 هتاخدها. بعد كده اندي فور سكورول ده يوم 9/6، لكن ده السينيور تريننج بيل. بي 7 ويبن سول، بي 6 ويبن سول، لا كومنت سول. ورقة بيكي 10، 1500 شي باك، 200 سبيس باوند، ستار ستون، بريد ستار ستون 5، برانك ستون ال اللي هي 30 يوم، 2 دراجون بول، اندفر سكورول، فينيتشي، اندفر سكورول، اند بريد ستار ستون، او بريد ستار ستون، فينيتشي، بريد ستار ستون 6. يعني ما شاء الله كده لمدة، يعني كده نقول بتاع مثلا 2000 سبيس باوند، وبتاع 10 او 12 حجر بيرفكشن وستون بس 4 وحاجات زي كده. واخر يوم يوم 26/6 اكس يوسف انتي لوبي اللي هو الماونت ده. لك ان تتخيل هذا الماونت هيجي لك لمده 30 يوم. لك ان تتخيل المنظر بس مع مثلا الارمور ده مثلا اللي انا لابسه ده. لك ان تتخيل هذا المنظر. لوك يا اخي، انظر يا اخي، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه المنظر الجاحد ده؟ اقسم بالله والله العظيم حرام يا اخي. انا معايا فرخة اساسا هتبيض بعد كده، لكن ده طبعا يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ده لو نزل في شوب كده بس بسمس باوند ولا اي حاجة، ولا حتى 10,000 على الاقل، والله لا اشتريه. شكله جامد جامد زحليق، جامد زحليق بجد، يعني حاجة روعة. المهم يا شباب الشرح بتاعنا خلص، يرجو ان تكونوا انتوا فهمتوا اي حاجه زي ما انا مش فاهم اي حاجه من الشرح بتاعي. برضو الى اللقاء في مزيد من الشرحات القادمه ان شاء الله. يا رب يعجبكم شرح
البسيط ده للايفنت. وطبعا دراجون ايلاند ده تقريبا مش هيتلغي عشان في ناس بتقول ان عشان خاطر الايفنت ده، كله كلام في الهبل، مش هيتلغي. ايه تاني ايه تاني ايه تاني ايه تاني مش عارف ايه، مستني انا اصلا، انا عايز اقفل الفيديو بس مش عارف، يمكن كده نشوف الحظ بتاعنا. هوبا بقى، يلا بقى يلا بقى، جيم ميتين نورمال يا اخوانا، جيم ميتين نورمال، الله يخرب بيت ابوك جيم يا شيخ. الى اللقاء في مزيد من الشحات القادمة ان شاء الله.